بسم الله، لو انا عايز اوصل الاير تيرمينال مباشره بالمكنه اللي عندي، تمام، هعمل سيلكت على اي جزء وليكن مثلا الاير تيرمينال ديت، هلاقي يظهر لي خصائص منها ان انا اعمل كريت سيستم دكت وسميه مثلا ميكانيكال سبلاي اير، وهقول له اوكي تمام. ممكن بعد كده اقول له edit system لو انا عايز اضيف حاجة، او كان ممكن اقول له open in edit system واضيف السبلاي اللي انا عايزه بالشكل دوت، تمام، واعمل select الاكيوبمنت اهيت، تمام، واقول له finish. طيب كده انا عملت system، ممكن اعمل اقرب من اي air terminal فيهم وادوس tab يعمل select عليهم كلهم، ومن الخصائص هتلاقي حاجة اسمها generate layout، تمام، هيبدأ يوصل بينهم، بيديني حلول، هقول له نتورك مثلا، وممكن توصيلة ديت ممكن بالشكل ده، اكثر من شكل تقدر تختار اللي انت عايزه، وتقدر تعمل تعديل زي ما انت عايز، تمام. طيب لو انا عايز احدد الارتفاعات بتاعت المين وبتاعت البرانشات، باجي هنا في السيتنج، تمام، بلاقي المين اهوت، بحدد اني دكت تايب هشتغل بيه، تمام، انا عايز تاب والاوفست كام والبرانش اهوت، والفليكسيبل داكت هيبقى ايه، تمام، وماكسيمم فليكسيبل داكت لينس قد ايه، تمام، اخليه مثلا متر، اوكي تمام. وبعد كده هقول له فينش لي اوت، او ممكن تختار اكثر من اسلوب للتوصيل، تمام، فينش لي اوت، وبعد كده تقدر تعدل. بس هو رسم لك التوصيلات، لو انت عايز تشوفها احسن هتقول له انا عايز سوري عايز اشوفها وير فريم، اهي التوصيلات اهيت، تمام. فده طريقة للتوصيل وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. ممكن طريقة اخرى او حاجة تانية، بدل ما اوصل كده اعمل سيلكت على اي واحدة فيهم تاب، انا مش عايز التوصيلات، ممكن تقرب من اي واحدة فيهم وتدوس تاب، وهتلاقي حاجة اسمها جنريت بليس هولدر، تمام. فبقول له بعد ما اختار الحاجة اللي انا عايزها، ده بيعملها لي كسنجل لاين، بحيث ان انا لسه بفكر في التصميم واقدر اعدل فيها زي ما انا عايز، ولما بستقر على الحاجة اللي انا عايزها بعلم عليها وادوس تاب، وبعد كده اقول له حول لي كونفرت بليس هولدر لدكت، فبيروح محول لي البليس هولدر لدكت. البليس هولدر برضو ممكن ترسمه من سيستم، هتلاقي دكت بليس هولدر، تقدر ترسم سنجل لاين وتعدل فيها براحتك ما دمت لسه في مرحلة التصميم، وبعد كده تحوله لدكت زي ما